تحت شعار وحدتنا في تنوعنا، أقامت مؤسسة إيقاظ الروح ندوة حول التعايش الثقافي والروحي بين مختلف الأديان والمعتقدات. محور هذه الندوة كان مفهوم الاستدامة وكيفية تطبيقه، وكانت سلسلة متاجر جرانديوس التابعة لمجموعة غسان عبود التجارية راعياً رسمياً لهذا الحدث في دبي. Very thankful to Grandiose Catering for coming in and helping us organize this event, because to get together people from a certain from all strata of society, we really need a big showcase, because people do go, and we really need sponsors like them to come and help us in this Nobel cause, because at the end of the day it's a non-profit event, so we are so dependent on our kind sponsors that they will support activities like this. يرى البعض أن مفهوم الاستدامة لا يتحقق دون تغيير حقيقي في القيم والالتزام بأسلوب حياة صحي وعضوي، كما أن الأفراد والجماعات التي لديها صلة روحية قوية بالأرض يملكون مستوى عالي من الالتزام بالبيئة، الأمر الذي يترجم بمبادئ وممارسات الاستدامة، والتي من الممكن أن تكون نماذج مفيدة للتطبيق الأوسع في مجتمعاتنا. Today, one of the biggest curses that we in our society today is the rampant use of plastic, which is going to make the entire environment a dangerous place to live in. يذكر أن سلسلة متاجر جرانديوس تعتمد على تبني المبادرات المجتمعية وتهدف لمكافحة أزمة التلوث البلاستيكي العالمية والحد من هدر الطعام وتبني سياسة الاستدامة في المتاجر الاستهلاكية، مما يتيح للمستهلكين شراء منتجات عالية الجودة مع العمل بمسؤولية للحفاظ على البيئة الحالية والمستقبلية. يحتاج تطبيق مفهوم الاستدامة إلى مسؤولية مشتركة بين الأفراد والشركات. هنا في دبي توجد شرائح واسعة من المجتمع تقدر الروحانية وتربطها بالاستدامة، تماما كما تتبنى مجموعة متاجر جرانديوس في الإمارات العربية المتحدة هذا المفهوم، وتسعى لتعزيزه عبر دعمها المتواصل لهذه الشرائح واتباعها سياسة الاستدامة في جميع متاجرها. نور زكي، دبي، أورينت نيوز.